بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أبواب النار السبعة. تكلمت في الدروس السابقة عن أبواب النار كثيرا. لقد جعل الله لجهنم سبعة أبواب، فقال تبارك وتعالى في القرآن الكريم لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. سورة الحجر آية 44. وقد تكررت كلمة جهنم في القرآن 77 مرة، وهذا تناسق عجيب يشهد على أحكام كلمات القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم سوداء مظلمة، فقال فهي سوداء مظلمة، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي. لو تأملنا اللون الأسود في القرآن سوف نرى بأنه تكرر بالضبط 7 مرات بعدد أبواب جهنم، فتأملوا هذا التناسق في الأعداد، هل جاء بالمصادفة؟ طبعا ما في مصادفة في القرآن، والله أعلم.